لكن على ذكر الجمهور، شوفوا وعي الجمهور وارتباطه حتى ببعضه. شاب صغير في زي محمد سمير المراكبي، شهرته حمصة، الشاب الأهلاوي اللي راجع من برج العرب حاضر مباراة الأهلي واطلع بره الجنوب السوداني، فيتعرض لإصابة في حادث في القطار فيتم انبات ساقيه. كل الناس وكل الجماهير تعاطفت معاه، كل الناس سندته جدا، كل الناس حبت توصل رسالتها لمحمد سمير. لكن كان الطريف واللي بيأكد صلة جمهور الأهلي ببعضه، يكلمني شاب من هنا يا كابتن، من قوس، حمدي عبيد دعبس، شاب أهلاوي من قوس هنا، عايز يعمل رسالة لمحمد سمير الموجود في كفر الدوار بعد هذا الحادث. بيجوز أخوه فيخصص جزء من الفرح لهتافات الأهلي بأعلام الأهلي لمحمد سمير. نشوف هذا الفيديو من حمدي عبيد دعبس، وبنبارك له وبنبارك للعريس، وبنأكد دايما وأبدا على عمق علاقة جماهير الأهلي ببعضها. هنشوف هذا الفيديو ونطلع لفاصل، ومع كابتن سيد عبد الحفيظ بعد الفاصل كلام مهم. كتف كتفك ومعك في أي مكان، بس التنادينا تلاقي الكون مليان، انت الامل وانت الكيان. احلام فين مطروح؟ لو اخدت طيارك نديك بالروح، عشقك في قلبي داوي اي جروح، اهتف باسمك مهما كان. مليان بطولات ما بتنكسيش في الكون، انت اعظم مكان.